النجم بالحار السطع نوره ومن ماضي الزمان كل رجل منهم يمثل قبيلة في العوايد الجميشة تحت زنبي وانطق الحق برسالة مثلهم القبايل لا تزوجت الشدايد وبيقيا كل ينوم سلاح برا وسط المكاني الرجال أهل الشكالة لا احتمل موقف وكالة خيلهم وقت الحرايب ينطلق فيها الحصاني والرجال اللي عليها ما يحتاج لهم شهاي والرجال اللي عليها ما يحتاج لهم شهاي احتزم بي يا زميل اللي على الخوه نصاني مو محسن صالح الوفي على العزل مشاي حارث البيزم بنا اللي كل مهزم له بجاني واحتمى ربعه وجمل وان كتب فيها القصايد الشجاعة تنتسب للحارثي قصي وداني والعدا راحوا ضحايا ومن سلم راحوا شراي والصلاة على النبي محمد اللي مستعاني محمد اللي للخلايق شافته ليه تعايد محمد اللي للخلايق شافته ليه تعايد أسرية للمشاعر في قوافي للمعاني والمعاني كل بوها تحت حكم في القصايد شفت نجم في سمانة نجم بالحار السطع نوره ومن ماضي الزمان كل رجل منهم يمثل قبيلة في العوايد الجميشة تحت زنبي وانطق الحق برسالة مثلهم القبايل لا تزوجت الشدايد وبيقيا كل ينوم سلاح برا وسط المكاني الرجال أهل الشكالة لا احتمل موقف وكالة خيلهم وقت الحرايب ينطق فيها الحصاني والرجال اللي عليها ما يحتاج لهم شهاي والرجال اللي عليها ما يحتاج لهم شهاي احتزم بي يا زميل اللي على الخوه نصاني مو محسن صالح الوفي على العزل مشاي حارث البيزم بنا اللي كل مهزم له بجاني واحتمى ربعه وجمل وان كتب فيها القصايد الشجاعة تنتسب للحارثي قصي وداني والعدا راحوا ضحايا ومن سلم راحوا شراي